السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة باتيس حنان. وصفة اليوم إن شاء الله هي كاب كيك أو مادلين اللي كيجي خفيف هش ولذيذ بمكونات اللي بسيطة وطريقة سهلة وسريعة مما كتاخدش منا بزاف ديال الوقت. لمعرفة المقادير وطريقة التحضير تابعوا معايا الفيديو. غادي نخلي لكم المقادير مكتوبة في الوصف أسفل الفيديو. نبدأ بسم الله. لهذه الوصفة غادي نحتاجو 50 غرام زبدة، 40 غرام سكر كلاصي، جوج بيضات، كاس ياغورت ديال الفاني، شويه ديال الملحه. غادي نستعمل كاس وربع ديال الدقيق، هنا حطيت غير كاس. وغادي نستعمل خماره وغادي نزيد شويه. وهناك خطوه اضافيه عندي حبيبات الشوكولات. هنا كناخذ الزبده اللي هي جوج معالق كبار تقريبا او ثلاث معالق، ممكن تعوضوها بنص كاس ديال الزيت النباتيه. كنزيد عليها سكر كلاصي 40 غرام، ما يعادل كاس الاعروب. هنا كنخدموا كخطوه اولى كنخدموا الزبده مع السكر كلاصي، كندمجوهم مزيان كنخلطهم حتى كينسجموا كتولي عندنا كريمه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديال الخليط ديال الزبده والسكر كلاصي من بعد ما خلطتهم مزيان. كيف ما كتشوفوا كيوليو كريمه متجانسه. من بعد كنضيف جوج بيضات وكنضيف الملحه. هنايا كتضيفوا ما حطيتش لكم في المقادير لافاني، اللي بغى هنا كيضيف الفاني اولا المنسمات اللي كتفضلوا نتوما. انا اكتفيت فقط بالنكهه ديال الفاني اللي في الياغورت. هنا كنخلط مزيان البيض مع الزبده والسكر كلاصي حتى كيندمجوا. بهذا الشكل كنضيف من بعد الياغورت. وكنخلط جميع المكونات. هنا كنخلط مزيان حتى كينسجموا لي جميع العناصر. من بعد هنا كنغربل الدقيق. هنا ضفت خماره وغادي نزيد ربع معلقه صغيره او راس معلقه صغيره كيف ما شفتوا معايا. هنا في المجمل استعملت 150 غرام ديال الدقيق اللي هي كاس عامر ديال العنبه وربع تقريبا. كنخلط مزيان هاد الدقيق حتى كيدخل مع باقي المكونات. هنا كيف ما شفتوا ضفت ربع كاس. وكنخلط مره اخرى. هنا الخليط ديال الكيك اللي كتكون فيه الزبده ماشي بحال الخليط اللي كتكون اللي كيكون فيه الزيت. هنا القوام ديالو كيكون واقف شويه ولكن كتحسوا به خفيف خفيف، ولكن كيكون شاد في راسو ماشي بحال ما كيكونش سائل بحال اللي فيه الزيت. كيف ما شفتوا معايا هذا هو القوام. واخا كيكون متماسك ما كيكونش الخليط ثقيل، انا ما استعملناش فيه بزاف ديال الدقيق. وهناك خطوه اختياريه كنضيف حبيبات ديال الشوكولات.
وكنخلطهم مزيان مع الخليط. هنا الا خفتوا يهبطوا لكم في القاع تقدروا تخلطوا معهم شويه ديال الدقيق قبل ما تزيدوهم، عاد ضيفوهم الخليط وخلطوا. هنا صافي غير كندخلهم في الخليط مزيان، مباشره كندوز باش كنعمر الاكواب الورقيه. هنا كنستعملوا اي حاجه عندكم تقدروا تستعملوها. كنعمر ثلثي ديال الاكواب، كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. انا هنايا عطاتني هذه الكميه عطاتني 9 الحبات، ممكن تضاعفوا المقادير الا بغيتوا كميه اكبر. هنا من بعد ما غادي نعمرهم غادي نخليهم حتى يسخن الفران مده 15 دقيقه تقريبا، عاد غادي ندخلهم. هنا ما دخلتهم لا للثلاجه لا والو، مباشره خدمتهم. من بعد ما يسخن الفران كندخلهم، ما كندخلهمش مباشره للفران. هاد العمليه كتخليهم يجيو شويه خفاف، كيعطيونا كيجي القوام ديالهم مزيان الا خليناهم مرتاحوا شويه عاد دخلناهم للفران. هنا للتزيين انا استعملت رقائق اللوز وحبيبات الشوكولات، كيبقى التزيين اختياري، استعملوا اللي متوفر عندكم. هنا كنحاول نغطي الوجه ديال الكاب كيك، وكنستمر بهذه الطريقه كنزينهم برقائق اللوز وبحبيبات الشوكولات، وكنخليهم حتى كيسخن الفران وكندخلهم. الفران كنسخنو على 180 او 175 درجه غير من التحت فقط. انا هنا طيبتهم بالمروحه. هنا كنستمر حتى كنكمل الكميه كلها. هنا من بعد ما طابوا وخرجتهم من الفران، هذا هو الشكل ديالهم. كان هذا هو الكاب كيك اللي حضرنا اليوم، وصفه اللي كتجي ناجحه وكتشوفوا كيجيو منفوخين وكيجيو هشاش وخفاف من الداخل. هنا بالنسبه الا كانت عندكم كميه كبيره وبغيتوا تحتفظوا بها في الثلاجه، تقدروا تحتفظوا بها فقط ملي كتبغوا تستهلكوهم، كتدخلوهم غير شويه كيدفاو، من بعد كيرجعوا بحال يلا طيبتوهم، لان الزبده مع الثلاجه كتقصح. هما المذاق ديالهم كيكون افضل من اللي مستعملين فيهم الزيت. كيف ما كتشوفوا معايا هذا الشكل ديالهم من الداخل. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.